تقف مع نائب الياس حنكه شلي بينضم لنا عبر تقنيه الزوم. يعطيك العافيه استاذ الياس. الله يعافيك لك ولضيفك الاستاذ سيمو. ميرسي استاذ الله يعويك. اهلا وسهلا فيك. الله يخليكم. رئيس حزب الكتائب اللبناني نائب سامي الجميل موجود حاليا بباريس، ومن المفترض انه ان يلتقي باتريك دوريل اليوم او بكره او التقى ربما. بدي اسمع جواب منك. اصبح هذا الخبر معلوم، بدي اسمع عن جو هذا اللقاء، ماذا سيقول او ماذا قال سامي الجميل لباتريك دوريل؟ لا، الاسبوع الجاي هو الاجتماع، وخليني هيك حطه ب ب بنصابه. اول شيء مش اول مره بيلتقي رئيس حزب الكتائب مع المسؤول عن الملف اللبناني عمليا اللي هو باتريك دوريل. هذه سلسله لقاءات موجوده من قبل ومستمره. وطبعا اللي بنحكيه بالعلن هو نفسه اللي بنحكيه للدبلوماسيين وللمؤثرين، خليني اقول بالسياسه بالمنطقه وبلبنان بالاخص. نحن لقائنا معه برجع بقول بسياقه الطبيعي، وطبعا هناك ملف اساسي هو انتخاب رئيس الجمهوريه والمبادره الفرنسيه اللي عرفنا فيها كلنا. نعم. بموضوع انه رئيس وزراء مقابل رئيس جمهوريه، وهذا الشيء مثل ما قلنا فيه بالعلن، نحن منا بوارد كقوى سياسيه نكون بهيك جو تقاسم مغانم وكانه نحن يعني جبنا عم تتقاسم. مش هذا الموضوع. اليوم البلد وقع، بعتقد بلدان قليله كثير عانت ما يعانيه لبنان، واليوم في حل، يا اما حل مستدام وتنتصب هيك تتجلس كل الحياه السياسيه بالبلد، يا اما بنكون بعدنا رايحين بالترقيع خذوا هي واعطونا هيدي. نعم. كل المبادرات يلي ما بتصب بمصلحه الشعب اللبناني. طيب. وتكون مستدامه لمستقبل بلد على خطى ثابته وسوليد، سوليد بالمعنى الثابته يعني. نعم. بنكون نحن فايتين بالترقيع، وهذا الشيء اللي رح يسمعه باتريك دوريل وغيره من الدبلوماسيين اللي عم يسمعوا منها. يعني ستقولون او سيقول النائب سامي الجميل لباتريك دوريل انه هذه المقايضه اللي عم يطرحها الفرنسي هي غير مقبوله وهي ترقيع، وفي كلام كمان عن انتقاد اصلا ورد على لسانكم قبل على اعضاء الكتله ونوابها وقياداتها، بانه شو هالدور الفرنسي اللي عم تلعبه هلا بلبنان، اللي عم تلعبوه بلبنان، يعني كيف بدكم عم تدفشوا باتجاه انتخاب رئيس جمهوري بعكس الاراده المسيحيه؟ صحيح هذا الكلام؟ هل حصل هذا الكلام؟ وشو كانت رده الفعل؟ لانه انا بعرف انه التقيتوا طبعا قبل هذا اللقاء الذي سيعقد الاسبوع المقبل في لقاءات عملتوها مع السفيره الفرنسيه. صح، لكن ما في شك انه فرنسا وغير فرنسا، والتقينا الوفد القطري وحتى بتواصل مع السفير السعودي، يعني نقلنا ايه او نقلنا لا، هناك محاولات لهالدول اللي عم يجتمعوا، خمس دول عم يجتمعوا دوريا بفرنسا، وهناك مسعى جدي يكون انه لمساعده لبنان للخروج من الجمود اللي واقع فيه، الجمود القاتل. وبطبيعه الحال نحن اي مبادره او يعني اي شيء ايجابي للبنان رح نكون متاهلين فيه، يعني منه معزول لبنان عن محيطه او عن الدول اللي تاريخيا هي بتتعاطى بالشان اللبناني. نعم. بطريقه مباشره او غير مباشره، رغم ذات الوقت نحن مع كل اذا بدك الريسبشن او التقبل المبادرات يلي عم تقوم للخروج، ما فينا كمان نكون نحن بمحل عم نتقبل او عم نتلقى بموقع المتلقى. اخر النهار نحن في نواب، في ناس انتخبتنا ونحن علينا مسؤوليه. طيب. وهيدي المسؤوليه بتقتضي انه نحن نكون واقفين بما يتناسب مع قناعاتنا وثوابتنا ومسارنا النضالي. ما رح نقبل لا من اي مبادره تكون على حساب كل هالتضحيات اللي انعملت او ترجع تمدد 6 سنين اخرين. نعم. لنفس الفتره اللي عشنا فيها مع الرئيس عون. اوكي، رح تطرحوا شيء على باتريك دوريل؟ يعني رح تطرحوا اسم معين او اسمين او مقترحات رئاسيه معينه؟ نحن الاسامي اذا بدنا نقترح اسامي رح تكون بقلب الصندوق بمجلس النواب. لا شان لاي قوى خارجيه طب اذا لا شان ليش رايحين يا استاذ الياس؟ إذا لا شأن ليش النائب سامي الجميل لبى دعوة باتريك دوريل؟ إذا لا شأن عم جاوبك.
عم جاوبك، ما بقول لك هيدي ضمن سياق اي تواصل مع اي دوله عظمى وكبرى ومؤثره بلبنان. يعني ما ننسى انه الرئيس ماكرون يلي هو احدى دول اعظم دول الخمس رئيسها اجى مرتين على لبنان بوقت الانفجار بيروت، وتمنى على السلطه وضغط عليهم للحكومه ولكل الاقطاب المجتمعيه تيشكلوا حكومه، ضلوا سنه وثلاث اشهر تيشكلوا حكومه. يعني عمليا التاثير تبع هالدول، يعني عم نحكي بشخص الرئيس اجى واجى مرتين، والتأثير على اليوم في مصالح عند يلي أوصلونا إلى هون تتخطى أي تأثير. بالتالي نحن علينا أنه نتحرك بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل اللي عنا إياها داخليا وخارجيا تنقدر نصبر. بعد سؤال لو سمحت، لا نظهر تفضلي بس، هل دعي أستاذ سامي الجميل إلى لقائه مع باتريك دوريل؟ دعي؟ نعم دعية، يعني توجهت له دعوة من الإليزي باسم باتريك دوريل. دائما هي بتصير وهودي برجع بقول لك معه ومع غيره. ونحن كمان نحن بوفد هلا رايح نهار الاحد على واشنطن للقاء الاي ام اف بي واشنطن للقاء الورد بنك. بالتالي الكل اليوم كل هالقوى المعارضه على مختلف مكوناتها وعلى الاختلافات الصغيره اللي بين بعض، وكل واحد عم يجرب يعمل اللي بيقدر يعمله تنقدر نظهر من هال. على الهامش، هل ستشاركون في الجلسه التشريعيه للتمديد للمجالس البلديه والاختياريه؟ نحن لن نشارك باي جلسه تشريعيه بغياب رئيس جمهوريه. اليوم مجلس النواب هو مجلس، هو هيئه ناخبه لانتخاب مجلس نواب، ولا ضروره اقصى من ضروره انتخاب رئيس جمهوريه. كيف اذا كان جلسه تشريعيه لتاجيل استحقاق انتخابي نحن بامس الحاجه له. يعني نحن ارتقينا يعني وصلنا لهالمرحله، هالدرك اللي وصلنا له من وراء استباحه الدستور وعدم احترام المهل وتطير وهيك دائما تاجيله. وبعده لو وصل البلد ليكون انه غابه مش بلد. مش دولة. شكرا لك. بنرفض شكلا ومضمونا. ثانك يو. شكرا لك النائب الياس حنكاش على هذه المداخلة، اهلا وسهلا فيك، شكرا لك.